ما يميز منهجيتنا هي أننا نعتبر البرنامج التزاما مع الشعب، وننطلق في برنامجنا من الأولويات التالية: معالجة الاختلالات الكبرى التي نتجت عن قرابة 5 سنوات من التسيير، والذي أدى إلى تراجعات على كل المستويات، إدراك الإكراهات الديمغرافية والسوسيولوجية التي تطبع الواقع المغربي، تحقيق قفزة نوعية ذات طبيعة هيكلية وشاملة في مقاربة المغرب لمختلف الإشكالات التي تواجهه، تموقع المغرب في محيطه الإقليمي والقاري والدولي ليتبوأ المكانة التي يستحقها، ثم التعامل مع المقترحات والبرامج بمنهجية استباقية ومستقبلية. أخواتي إخواني، نحن مقبلون على استحقاقات جديدة، لا شك أننا جميعا نطرح مستقبل بلادنا السياسي. إن الجواب عن هذا السؤال، ونحن في حاجة إلى طرح سؤال أشمل: أين وصل البناء الديمقراطي؟ لقد كنا نتطلع إلى تطوير دولة الحق والقانون وتكريس دولة المؤسسات، غير أننا وجدنا أنفسنا أمام آلية لإعادة إنتاج نفس النموذج الذي جاء الإصلاح الدستوري لوضع حد له. رغم كل المجهودات التي بذلناها من خلال موقعنا في المعارضة لتصحيح المسار، غير أن ما حصل هو التمادي في تكريس ممارسة سياسية متخلفة لم تتمكن الحكومة والحزب الذي يقودها إلى المساهمة في الارتقاء بالأداء السياسي والتعامل الديمقراطي مع المؤسسات التي يمنحها الدستور مكانة متميزة في البناء الديمقراطي. ظلت ممارسة هذا الحزب تتراوح بين التعبير عن الولاء التقليدي خارج أي سياق يبرر ذلك، وبين استعمال لغة التهديد والابتزاز بشكل مجاني، لكننا لا نجد أي مؤشر جدي لبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، لا في مشاريع القوانين ولا في الممارسة ولا في التصريحات والمواقف. كل ما هناك هو المطالبة بأن يكون الحزب مفضلا لدى الدولة، وإلا فلغة التهديد والوعيد هي البديل. الآن هناك استعمال لمفهوم التحكم كسلاح في هذه استراتيجية مزدوجة. نحن نعتبر أن ما تحتاجه بلادنا هو الوضوح في الاختيار الديمقراطي، إذ لا يتعلق الأمر بطرف ينبغي شيطنته، بل ببنية تشكل الحكومة أو تشكل الحكومة جزءا رئيسيا فيها، ظهرت بوضوح من خلال كل السياسات المعتمدة على المستويات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. الدستور كما تعلمون جميعا يمنح لرئيس الحكومة ولهذه الحكومة صلاحيات واسعة في معالجة العديد من الاختلالات، معك من الأسف لم تعمل من أجلها. ما الذي منع الحكومة خلال ما يقارب 5 سنوات على المحاربة الفعلية للفساد الذي رفعت بشأنه شعارا في الحملة الانتخابية السابقة؟ ما الذي منعها من القيام بإصلاحات كبرى على كل المستويات؟ المسألة الوحيدة التي تحركت فيها هذه الحكومة وحزبها الذي يقودها هي كل ما يتعلق بحرية التعبير والفكر والحريات الفردية
فهل هذا هو كل ما كان ينتظره المغاربة من إصلاحات؟ هل تم القضاء على نظام الزبونية والولاءات؟ ألم تعد هذه الحكومة أو لم تعد هذه الحكومة إنتاج نفس النموذج السائد؟ وهل تحسنت ممارسة الحقوق الجماعية والمساواة والمناصفة إلى آخره؟ نعتقد أخواتي إخواني أن الانتخابات المقبلة يجب أن تكون فرصة للوضوح في اختيارات الأحزاب السياسية، ينبغي أن تكون فرصة لاصطفاف شفاف، هل هي مع الديمقراطية، هل هي مع الحداثة، أي القطع مع أشكال الاختيارات الرجعية والديماغوجية والزبونية والانتهازية. يجب أن نقول للشعب الحقيقة، أي أن نقول لهم أي مجتمع نريد. هل ننتزموا بتفعيل الدستور في اتجاه التقدم نحو النماذج الحضارية الناجحة، أم نتفق على الدستور ونتراجع عن تنفيذه بمختلف المبررات؟ لا بد للحزب الذي يقود الحكومة أن يراجع أساليبه وأن يعمل على تطبيع مواقفه وممارساته وخلفياته مع مبادئ الدستور ومع المتطلبات الحقيقية للمغرب والمغاربة. فنحن نعيش في المغرب، لا في تركيا ولا في غيرها، وتوابيتنا وتحدياتنا ومشاكلنا لا علاقة لها بما يجري لا في هذا البلد أو في ذاك. نحن على النقيض من بعض الأحزاب، واضحون في اختياراتنا، تحالفاتنا ستبنى على الوضوح وعلى الاتفاقات بكل شفافية ومسؤولية. ونعي جدا أن في السياسة ليس هناك صديق دائم أو عدو دائم، لكن هناك الوضوح الذي ينبغي أن يكون هو البوصلة التي تقود عمل الأحزاب بكل استقلالية وفي خضوع تام للديمقراطية الداخلية. لذلك ننظر إلى المستقبل المغرب من زاوية الوضوح والشفافية في كل الاختيارات الديمقراطية التي اتفقنا عليها في إطار الإصلاح الدستوري، ولن نقبل تحريفه أو التعامل الانتقائي مع مبادئه ونصه. هذا هو العامل الرئيسي في معايير، أو هذا هو المعيار الرئيسي في معايير تحالفاتنا المستقبلية. أخواتي إخواني، كنا الحزب الأول والرئيسي الذي عبر عن موقف واضح ونقدي من انتخابات 14 تشرين 2011، وها أنتم ترون أن التطورات قد أنصفتنا. كما كنا الحزب الأول الذي وجه مذكرة لرئاسة الحكومة والأمناء العامين للأحزاب السياسية لمراجعة المنظومة الانتخابية، انطلقت مذكراتنا من حقائق ومعطيات موضوعية، سواء بالنسبة للتقطيع أو نمط الاقتراع أو العتبة أو مكاتب التصويت أو ما تعلق بالثلث والمناصفة ومغاربة الخارج، كما أننا طرحنا معضلة اللوائح الانتخابية. جل التطورات التي حصلت بعد ذلك بيّنت صحة وجهة نظرنا من الغش واللوائح، غير أن الأحزاب المتآلفة في الحكومة تشبتت بمواقفها في كل هذه الإشكالات، رغم أنها كانت تدعي غير ذلك. ندخل لهذه الانتخابات في ظل هذا الوضع، لكننا مسلحون بتجربتنا ومناضلاتنا ومناضلينا ورهاننا على وعي المواطنات والمواطنين للتشجيع الطوعي والكثيف
في اللوائح الانتخابية والمشاركة في التصويت ومقاومة التزوير لاختيار البديل لهذه التجربة الحكومية الفاشلة ومواصلة ورش البناء الديمقراطي الذي أصابته الكثير من الأعطاب. شكرا على حسن استماعكم.